السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. بقالنا مدة ما عملناش فيديوهات في الاكستشينج، يعني دردشة في الاكستشينج، لكن خلينا في الفيديو ده نتكلم عن حاجة مهمة جدا في الاكستشينج، ولازم لازم تكون موجودة في أي انفيرومنت ضخمة. في حاجة أو كونسبت عام يعني في عند أي فيندور، اللي هو الهاي افيلابيليتي. يعني هاي افيلابيليتي يعني السيرفيس بتاعتي تكون اولويز شغالة، على طول شغال، طبعا الكمال الله وحده، بس شغال على طول قدر الامكان. تمام. طيب الهاي افيلابيليتي ده ما هو الفارق ما بينه وبين حاجه تانية او كونسبت تاني اسمه دي ار او ديزاستر ريكفري؟ ديزاستر ريكفري ده اسم على مسمى. يعني اسم على مسمى، يعني بحتاجه لما تحصل فيه ديزاستر، كارثه حقيقيه والعياذ بالله. الهاي افيلابيليتي يعني ايه؟ افيلابيليتي يعني السيرفس بتاعتك تكون شغاله على طول، بمعنى ان لو عندك سيرفرين بيقوموا بنفس الخدمه وواحد منهم وقع، اللي هو الاكتف اللي الناس بتهيت عليه حاليا، الناس بتكلمه حاليا، وقع اخوه الثاني اللي معاه في نفس الكلاستر يقوم بنفس الفانكشن اللي الاكتف ده كان قايم بيها على طول اوتوماتيك من غير اي مانوال انتراكشن من ايدي. ده الهاي افيلابيليتي. تمام. ايا كان بقى السيرفيس اكستشينج او سيكوال او ايا كانت السيرفيس. الديزاستر ريكفري بحتاجها امتى؟ بحتاجها لما يكون عندي اكتر من سايت، او حابب ان انا اامن نفسي زياده واعمل لنفسي سايت تاني يكون فيه ريبليكا من الداتا بتاعتي، بحيث لو السايت بتاعي كله اللي انا فيه داون، او يعني والعياذ بالله الداتا سنتر نفسه حصل فيه مشكله هاردوير بقى، يعني ضرب حاجه ضخمه حصلت، عايز السيرفس بتاعتي تكون شغاله. طب السيرفس بتاعتي تكون شغاله ازاي والداتا سنتر نفسها كلها واقعه؟ في الحاله ده لازم يكون عندي سايت تاني عليه نفس الداتا اللي موجوده في السايت الاساسي. يبقى انا عندي السايت الاساسي اللي هو الدي سي او الاتش كيو او المين سايت ايا كان اسمه، وعندي سايت تاني ريبليكا من المين سايت ده اسمه الدي ار سايت او الديزاستر ريكفري سايت. تمام. الديزاستر ريكفري سايت ده هناخد مثال على الاكستشينج سيرفر، ازاي بنبنيه في الاكستشينج سيرفر. اول حاجه لازم تكون من ناحيه الاكتف دايركتري. الاكستشينج حياته كلها الاكتف دايركتري. بعمل الكلام ده ازاي؟ انا عندي تو سايتس، السايت الاولاني اكس والسايت الثاني واي. لازم يكون مترجم عندي جوه الاكتف دايركتري سايتس اند سيرفيسز، الكونسول ده يكون مترجم جواه تو سايتس، وكل سايت منهم مربوط بيه السبنتس اللي موجوده في كل واحد. يعني ايه السبنتس؟ مش السبنت واحده، يعني لو السايت الاولاني اكس فيه 10 فيلان مثلا، لان ده الطبيعي، يعني طبيعي الناس مش بتحط فيلان السيرفرز مع فيلان البي سيز مع فيلان سيرفيس الثانيه مثلا، يعني مع فيلان دومين كنترولرز، كل دي مش بتكون في نفس الفيلان، بتكون متقسمه. فنفترض ان عندي 3 فيلان في المين سايت، واحده للبي سيز بتاعت اليوزرز، وواحده للسيرفرز العاديه الاكستشينج والشير بوينت والسيكوال والحاجات دي كلها، وفيلان كمان للدومين كنترولرز. فلازم اكون عامل 3 سب نتس في الاكتف دايركتري سايتس اند سيرفيسز، ورابط الثلاثه بالسايت اكس اللي هو المين سايت الاولاني بتاعي. تمام. ونفس الكلام برضو اكون عامل سايت ثاني اسمه واي، وطبعا رامي جواه لوجيكال يعني الدومين كنترولرز اللي موجوده في الدي ار سايت، الواي الواي سايت بتاعي السايت الثاني، ورابط بيه كل السبنتس، كل السبنتس الموجوده في الدي ار سايت. الخطوه الثانيه ان من على كروت الشبكه بتاعت الاكستشينج سيرفرز بتاعت اللي في المين سايت، لو انا افترض ان عندي 3 دومين كنترولرز في المين سايت، يبقى انا في الدي ان اس اللي على كارت الشبكه بتاع الاكستشينج سيرفر، اول 3 دي ان اس سيرفرز اللي هم اللي في المين سايت، لو عايز احط واحد رابع يبقى احط واحد من اللي في الدي ار. ايه ده؟ هو الدي ار بيكون فيه دومين كنترولرز؟ اه طبعا اساسي لازم يكون فيه دومين كنترولر، ما لو في اكستشينج بس والمين سايت الاساسي وقع، هعمل ايه بالاكستشينج اللي في الدي ار ومفيش معاه دي سي اصلا عشان يتعامل ودينا تحلو يعني. تمام. فالدي ار بتاعي ايا كانت السيرفيس اللي انا عايز اعمل لها دي ار سايت، والسيرفيس دي بيزد على يعني مايكروسوفت سيرفيس، فلازم يكون الدي ار سايت بتاعي برضو متامن. يعني ايه متامن؟ يعني جواه هو كمان دي سي. تمام. طيب بعد كده باجي اعمل ايه بقى؟ بعد كده هفترض ان عندي تو اكستشن سيرفرز في المين سايت، وتو اكستشن سيرفرز هرميهم في الدي ار. المين سايت فيه داج
اسمها داج 1، فيها تو اكستشنال سيرفرز الاولانيين اللي قلنا الاثنين دول هيكونوا هاي افيلابل لبعض عشان هما في نفس السايت، فلو واحد وقع الثاني هيقوم على طول من غير اي تدخل مني. انا عايز بقى الدي ار ده يفضل دايما باسيف، دايما باسيف، ما يقومش الا لما اقول له قوم. يعني يعني الداتابيزس دايما تكون باسيف على الدي ار سايت، على السيرفرات اللي في الدي ار سايت، ما تقومش الا لما اقول لها قومي. ايه ده؟ معنى كده ان السيرفرات اللي في الدي ار سايت بدخلها في نفس الداج مع السيرفرات اللي في المين سايت؟ اه طبعا، ما انا عايز ريبليكا، عايز نسخه من الداتا اللي موجوده في المين سايت تكون موجوده في الدي ار سايت. ازاي يحصل ده؟ لازم السيرفرات اللي في الدي ار تكون موجوده في نفس الداج اللي في المين سايت، تمام؟ وطبعا لازم يكون ثرو لينك، يعني معقولة لينك محترمة يعني بيزد على الترانزاكشنز اللي بتحصل، وتكون لينك دي ستيبل عشان بقاش فيه كيو لينس عالي يعني، تمام؟ بقى لو حط الاربع سيرفرات دول في الداج اللي هما في المين سايت والدي ار سايت، بقوم جاي على الميل بوكس سيرفرز اللي في الدي ار وقول له انت الاوتو اكتيفيشن بوليسي بتاع الداتابيز اللي عندك بلوكد. يعني ايه بلوكد؟ يعني لو الداتابيز اللي في المين سايت كلها وقعت، كلها وقعت، الاكتيف والباسيف اللي في المين سايت كلهم وقعوا، ما فيش ولا واحده من الدي ار هتقوم الا لما اقول له موف اوتوماتيك. لا انا عايز اعملها بايدي، هقول له موف الداتابيز كابي الفلانيه خليها تبقى مونتد على السيرفر اللي في الدي ار. ليه بعمل كده؟ لان انا لما اجي اخلي الناس تشتغل من الدي ار، الاكستشينج ليس قائما بذاته، الاكستشينج معتمد على حاجات كتير في انفيرومنت زي اللي انا بتكلم فيها دي. بيكون عندك سيرفيسز تانية، بيكون عندك اف 5 لود بالانسر لازم يرمي على الدي ار مثلا، بيكون عندك ميل جيت واي مثلا، فانت عايز تشغله برضو من الدي ار، ما هي كل حاجه بقى في المين سايت واقعه، تمام؟ فالاكستشينج عشان مش قائم بذاته، فانا عايز اخلي اي حاجه في الدي ار ما تشتغلش الا لما اقول لها اشتغلي. طب انا عامله ليه؟ انا عامله عشان دي ار ديزاستر، لو حصلت كارثه انقل عليه، تمام؟ طبعا الدي ار سايت ده عشان امن نفسي زياده بيكون في الداج في حاجه اسمها الترناتيف ويتنس سيرفر، ده بيكون موجود في الدي ار سايت، تمام؟ عشان امن نفسي، ما لازم يكون برضو موجود ايه في سايت تاني، غير مش البيت كله في سله واحده، مش كل ويتنس سيرفرز في نفس المكان. الحاجه التانية في حاجه اسمها مود في الداج اسمه داك، داتا سنتر اكتيفيشن كوردينيشن بروتوكول. هذا الداك بروتوكول يعني مش هنهر فيه، مش هنشرح فيه كتير، لكن سريعا كده هو بستخدمه عشان ايه؟ بستخدمه عشان ما يبقاش تحت اي ظرف من الظروف لو اللينك ما بين المين سايت والدي ار وقعت، ما بقاش فيه تو كابيز من نفس الداتابيز اكتف مع بعض، هيخبطوا في راس بعض والداتابيز هتبقى حالتها ديسماونتد وهتبقى ديت شوت داون وهتبقى صعب تقومها، تمام؟ فلازم الداك المود ده يكون مفعل، بيكون قيمته داج اونلي، داج اونلي. ده بالنسبه للداتابيز. نيجي بقى للحته بتاعه الميل فلو. في حاجه اسمها شادو ريدندنسي. يعني ايه شادو ريدندنسي؟ يعني اي نسخه ايميل عندي على السيرفرز اللي هي المفروض في المين سايت لازم بيتكرر لها نسخه ظل، شادو، نسخه ظل. النسخه الظل دي خلينا نسميها هي الهاي افيلابيليتي بتاعه الرساله الاساسيه، وبتفضل متخزنه عندي مده عشان لو الرساله الاساسيه حصل فيها مشكله يبقى انا عندي نسخه من الرساله اللي تم ارسالها دي، تمام؟ حتى المده اللي بتفضلها دي كاستمايز، ولا ممكن اعمل لها كاستمايزيشن اخليها زي ما انا عايز يعني، بس هي لها ديفولت فاليو وانا افضل اخليها بالديفولت فاليو. في حاجه لو انت عندك دي ار سايت انا ارشح دايما انك تعملها، لو انت جيت عملت الكوماند اللي هو جيت داش ترانسبورت كونفيجريشن بايب اف ال عشان تشوف كل الداتا، وجيت تشوف بيرمي فين الشادو ريدندنسي، الشادو ريدندنسي مسجز الهاي افيلابيليتي مسجز دي بتترمي فين، هتلاقي عندك 3 فاليوز. فاليو منهم اسمها ريموت اونلي، ده هيرمي الشادو كابز بتاعه الايميلات اللي بتتبعت عندك دي، انا بكلم دوت عامل فلو، هيرميها في الريموت سايت، في الريموت اكتف دايركتري سايت اللي هو الدي ار بتاعك، تمام؟ في فاليو ثانيه اسمها بريفير ريموت، وانا افضل دي بريفير ريموت. يعني ايه بريفير ريموت؟ يعني هيحاول يرمي الشادو مسج
او النسخه الظل دي الباك اب دي او الهاي افيلابيلتي مسج دي هيحاول يرميها في الدي ار سايت على سيرفر في الدي ار سايت وهيحاول كذا مره، حتى كلمه كذا مره دي هيرتراي كذا مره، الكذا مره دي كاستمايزبل ممكن اقول له هتجرب عدد المرات الفلانيه تمام. ما عرفش يرمي النسخه دي في الدي ار سايت هيعمل ايه؟ هيرميها في اللوكر سايت تمام. الكونفيجريشن دي بتاعت البريفير ريموت دي على قد ما هي كويسه زي ما انا بقول، ما هي حلوه، ما انا كده عامل هاي افيلابيلتي لكل حاجه، للداتابيز والميل فلو والويتنس سيرفر، حتى الشادو كوبي عامل لها هاي افيلابيلتي او يعني عاملها دي ار كمان، ما هي بترمي في الدي ار سايت. المشكله في ايه بقى؟ ان لو الكونكشن ما بين المين سايت والدي ار وقع او فيه مشكله هيحصل ايه؟ بغض النظر ان الكيو بتاع الكوبي كيو بتاع الداتابيز نفسه هيعلى، هيحصل حاجه تانية اللي هي ايه؟ الشادو كوبي. ما هو السيرفرات اللي في المين سايت عماله تحاول تبعت شادو كوبيز للدي ار وعماله تريتراي كذا مره، ما هي بتحاول كذا مره، فكل ده عباره عن ايه؟ ايميلات هي وصلت اللي ببعت لهم صحيح، بس الشادو كوبي دي لازم توصل للسيرفر اللي هتتخزن عليه اللي هو في الدي ار، انت مش قادر توصل له. فيحصل ايه؟ هيحصل ان حضرتك لو عندك حاجه مثلا زي الفاير اي مثلا ما بين التو سايتس دول، الايميلات دي هتروح فين؟ هتتحشر، هتتخزن فيه. فهتلاقي صاحبك او زميلك بتاع الفاير اي بيكلمك ويقول لك انت عندك مشكله في الميل فلو عشان الكونكشن بين المين سايت والدي ار واقع. لا انا ما عنديش مشكله في الميل فلو ده، هي الكونفيجريشن اصلا معموله كده ان هو يرمي في المين سايت مش قادر يوصل للمين سايت، ام سوري يرمي في الدي ار سايت مش قادر يرمي في الدي ار سايت، فعمال يخزن الشادو كابس دي ويعمل ويعلي الكيو. حتى لو جيت فتحت الكيو فيور في حاله زي دي انا شفتها يعني، هتلاقي الشادو كيو عالي جدا وعمال يملى، هي الملف بتتبعت والدنيا شغاله الميل فلو شغال، بس الكيو ده عمال يعلى والميل جيت واي والفاير اي اللي عندك عمال يحوش الايميلات دي، ما هو عايز يرميها على الدي ار سايت والكونكشن اصلا واقعه. في الحاله دي انا اعمل ايه؟ اول ما الكونكشن تقع تعالى بس غير الفاليو دي وخليها مثلا لوكر سايت، يخليه يرمي في اللوكر سايت اللي انت فيه فقط تمام. يبقى باختصار كده دي الحاجات اللي احنا بنعملها لو انا هعمل دي ار، من ناحيه الاكتف دايركتوري، من ناحيه الدي ان اس الكونفيجريشن بتاعته على كروت الشبكه، من ناحيه الداتابيز بخلي حالتها عامله ازاي، من ناحيه الويتنس سيرفر لازم يكون عندي الترناتيف ويتنس سيرفرز في الدي ار سايت، حتى من ناحيه الميل فلو شادو ريدندنسي لازم الحاجات دي كلها تكون مرميه في الدي ار سايت تمام. اشوفكم على خير، لو حد عنده اي استفسار بخصوص الموضوع ده يبعت لي ويكتب لي تحت الفيديو يعني. دمتم في امان الله، السلام عليكم.